تقام هذه الليلة الكريمة المباركة من أمام ديوان عائلة الكرم آل السبع بمناسبة زواج الأخ الكريم معالي الأستاذ علي حفظي محمد السبع نسبا وصهرا مع معالي الأستاذ عبد المنعم شحاتة مهدي من كبار عائلات قرية صنيم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا. أشرف وأسعد بمقدم العلم القرآني الكبير مولانا الأستاذ الدكتور عبد الناصر حرك قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي وملك المقامات لسمو مقامه ومكانته بين خلقه وذلك راجع إلى مكانته عند الله عز وجل. أستسمحكم في دقيقة واحدة أقدم شيخنا ببعض ما أفاء الله به علي. حرك بهر الحضور بلاغة وجلالا وانساب عزبا صافيا سلسالا، حرك يهدي الإله به حائرا تائها حيرانا. جل جلال الله هذا كلامه، ملك القلوب وحافظ الأستار. حرك اقرأ ورتل واسعد بتلاوة كتاب ربك الأجيال. فليتفضل مولانا الأستاذ الدكتور عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. اللهم صل عليه وسلم. صلوات سيدنا النبي منفوح يا رب. صل على النبي. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة. فضلا من الله ونعمة. والله عليم حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. صلى الله عليه وسلم. معلش نسمع القرآن ونتأدب مع القرآن شوية قليلا. الله يبارك فيك. معلش معلش بركه لسيدنا النبي.
سيدنا ده بعض هتتعب معانا يا عم حبه مولانا ربنا عشان ربنا صلى الله عليه وسلم حاضر مش هنقول تاني بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكر إليكم الكفر والفسوق والعصيان يشهدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما اذكر الله الله الله
فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فأصلحوا بينهما بالعدل بالعدل وأقسطوا بالعدل وأقسطوا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة واتقوا الله الله اكبر هم بيقولوا لي عايزين التنين الثاني يا مولانا والثالث منه نحن كمان يا عم حسين الله يبارك فيك الله أكبر عليك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله سيدة زين واتقوا الله نوره مشعشع نعم تفضل يا حاج يا حبيبي يا شكرا الله يبارك فيك يا رب واتقوا الله لا
لعلكم ترحمون. لا كويس كويس صوت حلو. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا مرحبا يا يا اهلا وسهلا. ربنا يفتح عليك ويدنا بالبلد كلها. سيب على الله ان شاء الله بالنسبه ان شاء الله ان شاء الله. يا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. خلاص كده. لا شيل الكرسي شيل الكرسي شيل الكرسي خلاص. واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. لعلكم ترحمون. Answer.
عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. يا سلام. نعم. أطمع أن تزيد ما قلت. لا بعد. عودا على بدها. بعد تمامي. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. حبيبك سيدنا النبي عسى وعسى. نطمع أن تزيد. أنا حبيبي. زي بعض. والله بريد محبة والله العظيم. زي بعض. تعال هنا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى. ربما سمع لك لوجهك. عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء إن عسى. الله عسى أن يكون خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تنابزوا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا
الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم واتقوا الله إن الله تواب واتقوا الله إن الله تواب رحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
مولانا. الله 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 ابدا يا اخي والله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا جبال الله ضيفت عليك يا سيدنا، بعت عليك العمر وهو قصير، وغلبت فيك الشوق وهو غزير، وانشات بحسنكم دوله لها الحب جند والولاء سفير، ومن قضت عليك جوانحي ابدا وما حل في قلبي سواك امير. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل حاجة برزقين. إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. يا أيها الناس يا أيها الناس وأنثى
طلعت على راس الموضوع. والله تقول لسه خاطر. ايه؟ عينيا خاطر. لسه بقول لك بداية الربع، لسه الربع ده قاعد ساعة ونص فيه تاني لسه. ده بداية الربع يا مولانا. نصبر على راسكنا، نصبر على راسكنا. ربنا يديك الصحة. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Yeah.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل أولئك هم الصادقون وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم والله يعلم هتتعب معانا بس الحب ربنا وحضرة النبي اتعب شوية يا شباب ناصر بعد اذنك عندنا مثل في الصعيد اللي يشقى يلقى اللي يشقى يلقى بس لا اتعب اللي لا تسقى بعض خلي بالك لربنا لربنا وحضرة النبي سبحان الله العظيم بتعب شوية زي بعض ربنا يعيننا عليكم ربنا يعيننا عليكم انتوا بس كده نسمع القرآن نتأدب مع القرآن بعد اذنكم ماشي حاضر 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 والله يعلم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم إنما الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الله الله
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم الله يمن عليكم الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حاضر حاضر حاضر. يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم الله يمن عليكم الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين حاضر حاضر إن الله يعلم غيب السماوات والأرض
بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد يا سيدنا ربنا يفتح عليك من مقام الاسمى يا مولانا يا مولانا الوصل ده تاني من مقام الاسمى اللهم صل وسلم على محمد عايز اسمع الله قلنا لازم النور نزل من قبل العصر الله يحفظك يا سيدنا النبي النور نوركم النور نور ربنا يبارك فيك ان شاء الله يا دكتور إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد مش بايد الناس والله ان شاء الله والله يا شيخ ما بيد حد اللي ما يعمل قيمه بايده ده غصب عنه حاجه ربانيه صفين علماء من الازهر اهم قدامك صفين علماء من الازهر اقعد بس تقول اكتر من كده ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون والله بصير بما والله بصير بما تعملون بسم
وصل. علي وصل يا دكتور. دكتور عبد الناصر، ان الله يعلم غيب السماوات والارض اللي احنا مستنيينها والله. والنبي والنبي انا مكتب والله انا مكتب بتاع الدكتور عبد الناصر. بص دي تطلع لك انا بتاعتك انت مش عايزين نسمع حد تاني بتاعتك انا قصدي قول عليه هو جميل الله الله معاك يا رب. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أول حاجة جميل جميل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. اسمع اسمع مقام القرآن يا جماعة. سيبونا من نهوانة والسكر ونحن نسمع مقام القرآن. الله يبارك. مفيش أفضل من مقام القرآن. الله يبارك. الله يبارك. شكرا لحضرتك. الله يبارك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فتح الله عليك. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاء فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض
وعدناها وألقينا فيها رواسي. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. صدق الله العظيم.